تعال نروح للرقابة المالية. الرقابة المالية بتستضيف وقائع إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة عن ركز معايا واحدة واحدة. أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج. إخواتنا، أهالينا، أصدقائنا، قرايبنا اللي بيشتغلوا بره، أكيد أكيد يبقى في دماغه أنا لما أكبر وأطلع معاش وتنتهي خدمتي الوظيفية أيا كان، في أي شركة، في أي مهمة، في أي مهنة، في أي بلد، لما أطلع معاش هعمل إيه؟ طب ويا ترى هل ترى أنا عايز أحافظ على مدخراتي واستثماراتي وشقى العمر أعمل إيه؟ فالحقيقة شركة مصر للتأمينات قالت لك إيه بقى؟ قالت لك لا، ده احنا نعمل لك وثيقة مخصوص ليك تتفصل لسيادتك، حقك، أنت راجل خدمت البلد حتى وانت بره. خليني اخد معايا على التليفون افهم اكتر من الاستاذ محمد محمود، وهو مدير عام التامين البنكي لشركه مصر لتامينات الحياه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصحه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ده منتج جديد علينا صح؟ ده منتج جديد، ونقدر نقول ان هو استكمالا لمسيره النجاح اللي بدات في 2020 بوثيقه معاش بكره بالجنيه المصري. حلو. والنهارده سيادة الدكتور احمد عبد العزيز كان بيشرح في المؤتمر الصحفي عن حجم الاقساط اللي احنا حصلناها والتي تقترب من 8 مليار جنيه. هايل. فبدانا نفكر، ووفقا للرساله بتاعت الشركه ان هي ان احنا وثيقه لكل اسره مصريه، وطبعا بان المصريين اللي في الخارج هم جزء اصيل من الشعب المصري، فكرنا نستغل التجربه بتاعت معاش بكره بالمصري ونبني عليها. وزي ما حضرتك شرحت شرح جميل في البدايه، ان احنا بدانا نفكر الراجل المصري اللي بره ده واللي بيشتغل واللي ما عندوش معاش ازاي نقدر نوفر له وثيقه تتناسب معاه وتكون مفيده بالنسبه له، وكمان بالدولار الامريكي. يعني مش فكره بس معاش ان انا جاي اقول له اعمل وثيقه معاش بالجنيه المصري، لا، انا الوثيقه دي كل الاستحقاق بتاعتها، سواء ان شاء الله العميل يكمل لسن الاستحقاق بتاع الوثيقه او لا قدر الله لو حصلت حاله وفاه، كل المبالغ بتتصرف بالدولار الامريكي. تتصرف بالدولار الامريكي. مظبوط. طب ده كلام سكر جدا. طب بعد اذنك يا محمد بيه، اشرح لي اكتر على تفاصيل الوثيقه. افترضنا انا يوسف بشتغل مثلا في دوله الامارات العربيه، بشتغل في الكويت، بشتغل في العراق، بشتغل في البحرين، وعايز اعمل هذه الوثيقه، اعمل ايه؟ وخلي بالك انا موجود بره. تمام. احنا موفرين طبعا ان الوثيقه للمره الاولى بيتم بيع رقمي بشكل كامل لوثيقة ادخارية تأمينية. دي المرة الأولى على فكرة للهيئة العامة للرقابة المالية اللي بتتيح موافقة على منتج بالشكل ده، وده اللي تم الإشارة ليه أثناء المؤتمر الصحفي. هي. بمعنى إن أنا النهاردة لو أنا قاعد في أي مكان في العالم أقدر أخش على الويب سايت بتاع الشركة اللي هو www.mrlife.com أو عن طريق التطبيق اللي على الموبايلات سواء الآي أو إس أو الأندرويد، وأقدر أخش أريجستر وأعمل بياناتي واقدر ادخل البيانات كلها، والوثيقه بتصدر وانا قاعد في بيتي. والبيمنت طبعا بتتم عن طريق انترناشونال كارد، يعني هو لو معاه كارت في اي بنك سواء ديبت او كريدت بيعمل المعامله. خليني برضه اقول لك الوثيقه تفاصيلها عامله ازاي. اي عميل يقدر يعمل الوثيقه دي، سنه يبدا من سن ال 18 واقصى سن ال 59. الوثيقه دي فيها 4 سنين استحقاق، سن ال 50 وال 55 وال 60 وال 65. حلو. كل عميل يقدر ياخد وثيقه لكل سن استحقاق بحد اقصى وثيقتين، عشان النقطه دي تبقى كلير. بمعنى ان انا لو عندي 40 سنه وانا حابب يبقى عندي وثيقه لسن ال 50 وال 55 وال 60 وال 65 هقدر اختار مدتين. على سبيل المثال ممكن اخد ال 60 وال 65 او اخد بقى ايا كان ال 50 وال 60 زي ما انا عايز. حلو. الوثيقه دي فيها ميزه ثانيه ان الفكره بتاعتها مختلفه، يعني دايما لو سيادتك يعني عارف الوثائق التأمين على الحياة، دايما العميل بيبقى ملزم بقسط بيدفعه يا إما شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي. الوثيقة دي بتصدر بقسط وحيد، القسط الوحيد ده الحد الأدنى بتاعه 500 دولار. أنت هنا كعميل مش ملتزم بسداد أي أقساط في أي وقت أيا كان، بمعنى إن أنا دفعت ال 500 وطلع عندي التزامات على مدار الوقت فأنا مش قادر أدفع، الوثيقة سارية وشغالة وكله تمام. حبيت أزود هزود، إن شاء الله أزود كل يوم. الشرط الوحيد ان كل سن استحقاق ليه حد اقصى خلال العام الواحد هو 10,000 دولار. فانا النهارده على سبيل المثال برضو عشان النقطه دي تبقى واضحه
للجميع، لو دفعت النهارده 10,000 دولار هقدر ازود 10,000 دولار ثانيين السنه اللي جايه، وهكذا كل سنه اقدر ازود المبلغ. يعني 500 ومضاعفاتها ولا 500 قابله للزياده لحد 10,000؟ بص يا فندم، الحد الادنى عشان النقطه دي تبقى كلير لاخواتنا المصريين، الحد الادنى 500 دولار، الاقساط الاضافيه الحد الادنى بالنسبه لها 50 دولار. يعني انا النهارده صدرت الوثيقه بالحد الادنى اللي هو ال 500 دولار، حابب ازود كل شهر معايا ابدا اقل بايمنت 550 50 دولار. هايل. طيب طبعا انا بتكلم برضو على، يعني انا طبعا يعني يا ريت حضرتك تخش تجرب التجربه بتاعت عن طريق الويب سايت او الموبايل ابلكيشن، لان حقيقه يعني اي حد هيخش يشوف التجربه ويشوف احنا بنسميها اند تو اند، ان كل حاجه العميل بيعملها بنفسه، فطبعا هي تجربه جديده من نوعها وهتلاقي اعجاب كبير. الجزء الاهم وده السؤال اللي كنا بنساله، ان الوثيقه بتصدر بدون اجراءات كشف طبي، يعني ايا كان عمر العميل وحالته النهارده هو يقدر يصدر الوثيقه. حلو جدا. طيب ده رائع جدا. من ناحيه ثانيه طبعا انا يعني هبقى عايز اتكلم اكتر على الموديول، بس مش عايز ابقى بعمل اب سيلينج يعني، بس انا النهارده وانا بعمل الوثيقه فاقول والله انا هدفع سنوي مثلا 5,000 دولار، وانا عندي سيبك مني انا، يعني انا طبعا تخطيت السن، بس هفترض ان انا عندي 40 سنه وهقبض الوثيقه بتاعتي وانا عندي 65، كلما طالت المده كلما ايه بقى؟ بص يا فندم، طبعا هو فكره ان المده الطويله، يعني في فرق ان انا ادفع 1000 دولار وانا عندي 30 سنه، أيوة. وفرق ان انا ادفع 1000 دولار وانا عندي 55 سنه. حلو. لان عدد السنين اللي العميل هيقعدها هي اطول. ولكن برضه هنا في ميزه كبيره جدا جدا للعميل، ان العميل اي بايمنت بيدفعها او اي دفعه هو بيدفعها هو عارف المقابل بالنسبه لها كام في سن الاستحقاق. فخلي بال حضرتك برضه انت بتتكلم على تجربه، ان انا النهارده لو حطيت ال 1000 دولار على سبيل المثال، الارقام دي افتراضيه، وطلع المردود بالنسبه لهم 2000 دولار، خلاص انا هاخد ال 2000 دولار. كويس. بلس بقى كمان ان في ميزه، ان الوثيقه دي بتخش سحب مرتين في السنه، مره في شهر 4 وشهر 10. العميل لو كسب بياخد 75% من مبلغ المعاش بتاعه. فانا النهارده لو كان مبلغ المعاش بالنسبه لي 10,000 دولار وكسبت هينزل لي 7,500 دولار اضافيه على المعاش بتاعي. حلوه دي. حلوة جدا. طيب لما انا بدخل، لما هنزل الاب وهدخل عليه، هل انا اقدر ان انا هلاقي قدامي موديول فانا اقول مثلا ايه، انا عايز اقبض وانا عندي 55، فهشوف ساعتها انا هقبض كام؟ طب لو انا قبضت وانا عندي 65 يبقى ساعتها هيبان قدامي هقبض كام؟ مظبوط كلام حضرتك 100% صح. هايل. وخلي بال حضرتك انت مش معنى ان انت عملت التجربه ان انت لازم تصدر الوثيقه، يعني انت ممكن كعميل جرب زي ما انت عايز لحد ما تطمن. بالظبط. لغايه لما تلاقي السيناريو اللي مناسب لامكانياتك. أيوة. والنقطه الاهم ان ما عليكش التزام، يعني دكتور احمد عبد العزيز النهارده هو بيتكلم اشار لزملائنا الصحفيين ان انت ما عليكش كوميتمنت، بمعنى ان انا مش زي وثائق التامين الثانيه في قسط فانا قلقان او حصل لي التزام مفاجئ فانا محتاج ان انا ادفع القسط، لا انت اللي بتختار الوقت اللي لازم يتناسب معاك، ودي نقطه مهمه جدا. واحنا بنتكلم النهارده العميل هيختار معاشه بايده، يعني هو عارف وفقا للدفعات اللي بيدفعها، حتى هو بيعمل الابلكيشن او الطلب بتاع التامين، هو لو قال ان انا هدفع على سبيل المثال 100 دولار كل شهر، المبلغ المعاش بتاعي هيبقى واضح له، سواء على مستوى الدفعات لو هو بيدفعها بشكل منتظم شهري او ان هو دفع بس قسط وحيد. طيب هل هيبقى عندي الاختيار ما بين ان انا اخد لمسم في الاخر زي مكافاه نهايه خدمه، او ان انا اخد معاش شهري؟ مظبوط. احنا عندنا 3 طرق استحقاق في الوثيقه، العميل يقدر ياخد مبلغ المعاش بتاعه دفعه واحده، او ياخد في شكل معاش شهري لمده 10 سنين او معاش شهري لمده 15 سنه. حلو. وطبعا من ضمن الفلكسبيليتي اللي في الوثيقه، هو لو جه النهارده اشترك معايا وقال لي انا عايز بالك قبل استحقاق الوثيقه، جه قال لي لا انا عايز اغير من بالك اخد دفعات شهريه، متاح. حلو جدا. طيب ربنا يدي طولة العمر للجميع. جيت انا في النص قابلت وجه رب كريم، هنشوف المبلغ المعاش بتاع حضرتك وده اللي بيتصرف للورثه مش القسط اللي انت دافعه. يعني النهارده انا الدفعه اللي هاخدها في الاخر، يعني انا هقولها بطريقه بسيطه للساده المشاهدين، ان انا النهارده لو بدفع 1000، وده مثال برضه توضيح، يعني مش بقول الارقام دي اللي هي 100% صح، ان انا النهارده لو بدفع 1000 دولار وطلع مبلغ المعاش بتاعي 2000 دولار ولا قدر الله توفاني الله، هيتصرف للورثه ال 2000 مش ال 1000. فاحنا بنتكلم في برنامج بيوفر للادخار والحمايه، وفي الاول وفي الاخر العميل بيختار معاشه بايده هو.
في الوقت اللي يناسبه بالدفعات اللي هو عايزها. فيعني التفاصيل بتاعت الوثيقه هي فريده من نوعها وجديده، ويعني واحنا على يقين ان شاء الله ان المجهود اللي اتبذل في ان احنا نطلع المنتج بالشكل ده ان هو يلاقي اعجاب من معظم المصريين المقيمين في الخارج باذن الله. طيب اخر حته معلش انا بتقل عليك. لا اتفضل يا فندم. جينا في النص، انا بشتغل في الشركه الفلانيه في البلد العلانيه وعملت الوثيقه وانا شغال سنه في الثانيه في الثالثه بدفع ومنتظم وزي الفل، حصلت في الامور امور وتم انهاء خدمتي في هذه الشركه، اي ان انا اصبحت هتعثر، عندي يقين ان هتعثر ماليا في هذه الدفعات او الاقساط، اعمل ايه؟ اولا زي ما قلت المعاليك احنا مع العميل مش عليه قسط، هو الفكره كلها هو ده بمعاش، هو عايز يدفع يدفع، يعني العميل لو ما دفعش الوثيقه لا بتتلغي ولا بتتخفض ولا بيحصل اي لا شيء. لا بقصده اللي فات هيفضل موجود زي ما هو بالمبلغ اللي هو وانا بدفع، عارفه مثلا دفعت ال1000 زي ما حضرتك بتقول ولقيت ان المبلغ المعاش بتاعي 2000 دولار وما دفعتش تاني، هيفضل عندي في محفظتي ال2000 دولار. هايل جدا هايل جدا، تعبتك وطولت عليك، منتج بصراحه اكتر من رائع، يعني انا ممكن اوصفه بالمنتج الثوري لو صح التعبير، يعني فمنتج رائع 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 رائع، انا بالنسبه لي لو انا كنت عايش بره يعني كنت لازم اعمله ده مما لا شك فيه. انا بشكرك جدا محمد بيه، كل الشكر استاذ محمد محمود مدير عام التامين البنكي لشركه مصر لتامينات الحياه. منتج شديد الذكاء، شديد الذكاء، يضمن مصلحة المواطن المصري اللي بيشتغل بره 100%، ومفيش حمل زيادة، يعني وقت ما بتقرر توقف خلاص وقفنا، كل سنة وانتم طيبين، مجراش أي حاجة، معلياش ولا أقساط ولا عليا أي أحمال ولا أعباء مالية ولا أي حاجة، وبرضه هقبض معاشي، ويعني حاجة سكر بصراحة زي ما كنت بقول.